هذا إنسان جاهل، يعني على بركة على بركة جبل المناجاة وتجلي ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه، ونحن نحترم ذلك، لكن لا يصل إلى كرامة مكة، يعني التي أفرض ربنا تبارك وتعالى صور باسمها، يعني وذكرها في القرآن عدة مرات، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن عندي كتيب صغير اسمه يعني الحج معجزة المكان والزمان في القرآن، يعني شوفوا عجب، يعني ربي خص مكة بخصائص لم يخص بها مكان آخر. ومصر الآن للأسف الشديد تمر بحالة انحسار وتراجع عجيب، نسأل الله أن يخرجنا منها على خير. يا الله.